أسعد الله صباحكم بكل الخير. أحوال جوية غير مستقرة مقبلة على المملكة تتمثل بارتفاع كبير على درجات الحرارة المتوقع في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية من المملكة، تصل في بعض المناطق إلى ما يقارب الـ 40 درجة مئوية. على الجانب الآخر، عواصف ترابية ورملية ورياح عاتية متوقعة أيضا في ضمن تأثيرات الأحوال الجوية المضطربة في المملكة. نبدأ بهذه الخرائط التي تشير إلى أكثر المناطق تعرضا للعواصف الترابية، فنجد أن المناطق الوسطى تحديدا الرياض، القصيم، إضافة إلى المناطق الشرقية كالشرقية وحفر الباطن، هي من أكثر المناطق تأثرا بطول المدة الزمنية وتأثرا بالعواصف الرملية، بالإضافة إلى مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف. تصل العواصف الرملية غدا صباحا إلى نجران بمشيئة الله تعالى ووادي دواسر في المناطق الجنوبية من المملكة. كما لاحظنا في ساعات الصباح الباكر اليوم عواصف رملية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، رياح قوية هناك. في المقابل بدأت الرياح تنشط في الأجزاء الشرقية من المملكة. خلال ساعات الظهيرة اليوم تشتد الأتربة المثارة والموجات الغبارية في المناطق مثل الرياض، الخرج، إضافة إلى الدوادمي، المجمعة، بالإضافة إلى منطقتي حفر الباطن، وتتركز في الجبيل والدمام، في حين تهب عواصف رملية على أجزاء من حائل والقصيم ورفحاء وعرعر وسكاكة بسبب نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية الغربية. مع ساعات المساء وهذه الليلة يتوقع أن تنتقل هذه العواصف الرملية باتجاه العاصمة الرياض وعموم المناطق الوسطى، وتتدنى مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وترتفع مستويات الغبار إلى مستويات متقدمة مع نشاط كبير في سرعة الرياح. أما في ساعات صباح يوم غد فتنتشر هذه الأتربة والرمال والموجات الغبارية إلى منطقة نجران ووادي الدواسر الإحساء شرقا، بالإضافة للإمارات وقطر وأيضا البحرين، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية ذات النشاط الكبير بشكل عام. اليوم يتوقع أن يرتفع بشكل مضطرد مستويات الغبار في العاصمة الرياض، تصل أقصاها مع ساعات المساء اليوم بمستويات مرتفعة جدا، على أن تتراجع في ساعات نهار يوم غد بمشيئة الله تعالى هذه الأتربة المثارة. طبعا لا ينصح بالرحلات البرية والمكشات في كافة المناطق الوسطى والشرقية والشمالية من الجوف، الحدود الشمالية، حفر الباطن، حائل، القصيم، العاصمة الرياض والشرقية، وأيضا حتى نجران في ساعات صباح يوم غد، في حين ينصح بالابتعاد عن السواحل في المنطقة الغربية نتيجة اضطراب البحر بشكل عام. درجات الحرارة اليوم مرتفعة في العاصمة الرياض، تصل إلى حدود تقريبا 36 درجة مئوية مع أجواء كما ذكرنا مغبرة وعاصفة بشكل عام، لكن تصل العاصفة الرملية اليوم في ساعات الليل وتتدنى معها مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، نبدأها شمالا من سكاكة 20 إلى 8، كذلك مرت في عرعر، تبوك 22 إلى 9، تكون في كل من سكاكة وعرعر الأجواء عاصفة ومغبرة. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 37 إلى 23، في جدة 32 إلى 23، في المدينة المنورة من 34 إلى 17 مع أتربة مثارة، و 28 إلى 16 درجة مئوية اليوم في الطائف. فرصة لأمطار رعدية في الباحة وفي أبها عفوا 26 إلى 15 درجة حرارة، في الباحة 23 إلى 13، وفي جزائر 31 إلى 25 درجة مئوية، 39 درجة مئوية في الإحساء والصغرى 16، في الدمام 39 إلى 18 مع أجواء عاصفة ومغبرة، وأجواء كذلك أمرت في حفر الباطن من 33 إلى 11 درجة مئوية. في المناطق الوسطى في العاصمة 36 إلى 16، في بريدة من 36 إلى 12 مع أجواء أيضا عاصفة ومغبرة، كذلك أمرت في حائل من 29 إلى 7 درجات مئوية. توصيات هامة بشأن الأحوال الجوية المقبلة على المملكة، لا سيما هي أهمها من مخاطر ارتفاع مستويات الغبار في مناطق عدة ومن ما له تبعات على مرضى الجهاز التنفسي والعيون، ضرورة الانتباه من تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والعواصف الترابية. أيضا ندعوكم لتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب شدة سرعة الرياح المتوقعة في بعض المناطق. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.